مساء الخير عن جديد لكل مشاهدي الو تي في بهذه الحلقة الجديدة من رح نبقى سوا، ويسرني أن أستضيف فيها مدعي عام التمييز السابق القاضي حاتم ماضي. مساء الخير وأهلا وسهلا فيك. مساء النور وأهلا فيك. يعني لو ترمناها ما كانت زبطت هالحلقة اليوم، ملف أساسي، قضية كارثية، انفجار 4 آب. اليوم عم نشوف ريس أنه ما بعرف قلي، هل كفت يد القاضي طارق البطار عن تحقيقات انفجار 4 آب؟ وبدي قراءتك هيك شاملة أولا قبل ما نفوت مصير الدعاوى والاستدعاءات وشو بيصير بمحكمة الاستئناف. تفضل. بالحقيقة قصة جريمة 4 آب مش حدث عادي، بس الشيء الملفت انه للمرة الثانية هناك مسعى لإزاحة المحقق العدل الموجود حاليا. انا اقول مسعى وقد لا ينجح، وانا شخصيا اتمنى الا ينجح. الرجل يعمل بشكل جيد، المحقق الحالي يعمل بحرفية وبمهنية، والرصيد رصيده المهني لا تشوبه شائبة. أنا شخصيا ما بعرفه، يعني مش حتى عم بمدح فيه لأني بعرفه، ما بعرفه ولا شايفه حتى. يمكن طيب كمان إذا شلناه اليوم كمان مرة، طيب لوين بعد؟ طيب إذا كل فترة بعد فترة، خلينا نفكر هيك يعني. إذا كل فترة بعد فترة قاضي ما بيعجبنا، أقول ما بيعجبنا مش لإلك ولا لإلي، ما بيعجبنا اللي الناس اللي بدهم قاضي على قياسهم. طيب إذا هالقاضي ما عجبهم، طيب وبعدين منين بنجيب قاضي؟ مين اللي ما بده؟ مين بده يزيح؟ في ناس كثير متضررين، في ناس كثير متضررين، وبلشوا يبينوا يعني انه من خلال العمل القضائي بلش يبين انه ليه متضررين، وكل واحد عن سبب ضرره بيختلف عن سبب الاخر الى اخره. يعني هلا مش فاضي افوت بالتفاصيل. ما بدك تفوت بالسياسه؟ لا بفوت بالسياسه، بس كل فريق عنده اسبابه الخاصه فيه. نحن هون نفصل الاسباب، اذا فصلناها من العالم كلها بتعرفها يعني. فما ممكن جبنا شيء جديد على القصة. هناك ناس بدهم مش مبسوطين باللي عم بيصير. هلا ليش؟ بس مش حقهم ريس انه في فريق بيقول لك انا متوجس من تسييس هيدا الملف، بيقولوا بيشوفوا هيدا الفريق اللي عم تحكي عنه اللي هو واضح يعني في فريق حزب الله، الرئيس بري، كمان بعض المستقبل، انه هن شايفين في تسييس بالملف، في تصويب على جهه وحده من دون جهات اخرين. طيب بيقولوا لك انه ليش القاضي عم يتصرف باستنسابيه مثل ما هن بيقولوا؟ انا رح كون صريح معك، رح كون صريح معك، يمكن انا اول مره بطلع معك ويمكن مش كثير معودة على صراحتي. ما في شك انا عندي ماخذ بالرغم من كل مهنيته المحقق العدلي الموجود حاليا، بالرغم من كل مهنيته، ولكن كان في عنده دعس، كم دعسه ناقصه. ليه هن انه اليوم عندك ماده النيترات انوجدت في مرفأ بيروت طيلة مدة 7 سنوات أو 6 سنوات. طب بهذه السنوات الست تعاقب على مرفأ بيروت بين وزراء وقاضي أمنيين وشخصيات سياسية و و و عدد كبير. طيب آخر النهار حصرت حالك بكم واحد بس وادعيت عليهم. هون أثار شوي هيك استهجان، والاكثر من هيك انه القاضي اللي سبقه بعت اللائحه الشهيره لمجلس النواب، اللي هي لائحه مش معروف هل هي طلب رفع حصانه، هل هي اخذ علم الى اخره، سميها اللي بدك اياه. هذه اللائحه تتضمن حوالي 10 او 12 اسم. واذ نتفاجأ أنا وغيري إنه اللي صار في ادعاء عليهم بآخر النهار عبارة عن
ست او سبع اسماء. طيب وين طارت بقيه الاسماء؟ هون خلينا نحن بشكل كثير موضوعي. نعم. حضرتك وانا ما لنا علاقه بالموضوع، ما بحدا بيعني لنا بالقصه، بس انا اتساءل. طيب والباقيين وين راحوا؟ طيب بركي عنده معطيات. ماشي. بتقول خلينا اول شيء نستمع. ما في ما بيقدر. المحقق المحترف حقيقي ما في يقول انا اليوم ببعت هالدفعه، جمعة الجاي الدفعة الثانية، الجمعة اللي بعملنا الدفعة الثالثة، ما انت شايف وضعك. انه انت اليوم عم بتواجه مجموعات من الناس سياسيين وغير سياسيين مستشرسين عليك. وعم بيقولوا لك انت عم تشوف بعين وحدة. عم بيقولوا لك انت مش عم تشتغل بتوازن. انا ليه بتتركهم يقولوا هالكلام؟ طب قالوه أول مرة. أنا بذكر جيدا من شهرين أو قال شوي قلت على منبر تلفزيوني وقلت له بالحرف الواحد بصورة غير مباشرة، ما يزال في متسع أمامك إنك أنت إذا بعد في ناس بدك تدعي عليهم هلأ وقتهم تدعي عليهم اليوم مش بكرة. ما في جواب. بعد منا بشي شهر نفس الكلام كررته. ان انا شخصيا انه اذا في اسماء بعدك ناوي تدعي عليها وبعدك ما ادعيت عليها ما تنطر كثير، الوقت عم بيضيق. كمان ما في جواب. مشان هيك اجى مين يقول هيدا الرجل عم يعطي دينته هون عم يعطي دينته هونيك، يعني عم يسمع لناس ما له علاقه بملفه. هذه امور بس اوساط او خلينا نقول مصادر مطلعه ومتابعه لهذا الملف بتقول لك انه القاضي هو عنده يمكن بعض المعطيات، هو بشوف اذا بيستدعي انه يستمع لاشخاص اخرين بيستمع لهم. طب هي رئيس الجمهوريه اللي هو اعلى اليوم سلطه، اعلى سلطه براس الهرم يعني في السلطه صحيح. الدوله اللبنانيه قال علنا انا مستعد للادلاء بافادتي اذا رغب المحقق العدلي. ليش مطلع لعنده دخلك؟ طيب يمكن بيشوفه ما بيصير. هو يمكن بيشوف ما في لزوم اذا رئيس البلاد يقول هذا الكلام. طيب ليه ما بسد الذرائع انا وبطلع لعند رئيس الجمهوريه بياخذ موعد وبطلع بسمع له لافادته؟ حتى لو ما طلب رئيس الجمهوريه هالطلب بحسب القانون رئيس الجمهورية فيك تطلع عنده المحقق ساعة اللي بده بيطلب إذن منه وفق الأصول الدبلوماسية والبروتوكولية وبيطلع بياخذ إفادته وبينزل. ليش ما عملها من زمان؟ ليش بده يترك مجال ينقال إنه ليه ما أخذت إفادة رئيس الحكومة رئيس الجمهورية على غرار مثل ما أخذت إفادة رئيس الحكومة؟ طيب ليه بدي أترك أنا لحالي هالمأخذ؟ قاضي التحقيق ما في يشتغل سياسي. ليش هلا عم تتهم اليوم القاضي بيطار انه عم يشتغل سياسي؟ لا ما في مثل ما البعض عم بيقول. لا لا عفوا ما قصدي ما في قاضي التحقيق، مش عم بحكي عن القاضي بيطار اللي انا قلت بعد عملك يعمل بحرفيه، ولكن في دعسات ناقصه. انا خليني اسميها دعسه ناقصه. ليه بتدعس دعسه ناقصه؟ ما عم بفهم. علما بانه عم تجيك نصايح من عده محلات انه في دعسات ناقصة انتبه لها. طيب ليه؟ ترك الوضع يوصل لهالدرجة. اليوم ليش بدنا نصير نحن اليوم القاضي بيطار وقاضي ممتاز يعني وفعلا جيد، ليش بدنا نتخلى عنه بهالبساطة؟ أنا ماني شايف عمله بهنيا إطلاقا في غلط. إنما في نقص. دعسات ناقصة. بس خلاص لما دعسات ناقصة ما بدي اسميها شيء ثاني. طيب لا نفترض هيك لنسلم هيدي الجدلية وانه يمكن بتشوف حضرتك وبخبرتك انه في دعسات ناقصة. ليش هالمدعى عليهم يلي هن منن تثبت عليهم التهمة؟ هلا نكون واضحين يعني مش كل مدعى عليه خلص هو مجرم وهو متهم يعني وتدان موضوع اتهامه. ليش ما بيروحوا
يتم الاستماع لهم انه شو بيصير بحجم انفجار مثل 4 آب مما كان يكون. انا عم بحكي عن الكل، على كل الرؤساء، على كل الوزراء مما كانوا يكونوا من اي حزب من اي طرف، يتفضلوا يروحوا. يعني اذا بدنا نوثق يا بالقضاء يا انه خلاص ما بنوثق بالقضاء اللبناني. ما بتشاطر هذا الراي انه يتفضلوا يروح يستمع له؟ طبعا انا اول نهار قلت له دكتور الرئيس، رئيس الحكومه، قلت له حسان دياب، طبعا الرئيس حسان دياب اللي انا تربط فيه صله شخصيه، يعني صداقه شخصيه. نعم. قلت له الحرف الواحد علنا، قلت له روح عند قاضي التحقيق واعطي افادتك وكون على تصرف حضاري كبير. مش عيب انه اليوم رئيس حكومه او وزير يروح عند قاضي، ما بالقاضي بالنتيجه هذا قاضي لبناني وعم بيطبق عليك لانه لبناني وعم يعطيك، عم يوفر لك كل وسائل الدفاع عن نفسك. مش عيب يعني، ولا في نقص من قيمه حدا، بالعكس. شو كان جوابه؟ طبعا ما انا ما صار حوار مباشر حتى اعرف شو جوابه. أوكي. بس ما رد علي طبعا، ما راح. اجى مين نصحه يمكن انه لا بلا ما تروح. طيب ليه بلا ما تروح؟ طيب نحن اليوم يمكن انا لانه يعني الدومين تبعي هو دومين قضائي، بقول انه اللي ما في عليه شيء يروح على المحكمه، صح، والبريء بيتبرى. اوكي، بس الناس مش هيك بتفهم الامور. في ناس عندها خوف طبيعي من شيء اسمه عدليه، في خوف طبيعي. هلا يمكن انا اذا ما في شيء ليش بدهم يخافوا؟ اي انا هيك بيقولوا اللي ما عليه شيء ليش؟ ليش هي فخامه الرئيس نفسه قال بالزمان اتهموه بشغله كذا، صار بالمحاكمه طلع بنتيجه براءه، ما في شيء يعني، ما في عليه شيء، قصه المصاري مصاري بدك، هو قال شخصيا رئيس الجمهوريه بالنتيجه، هو راح المحكمه، راح القضاء وطلع ما في عليه شيء اخر النهار. طبعا شو فيها يعني؟ ليه ما بعرف، لا بتخاف يمكن، بتخاف ولا لا بتخاف انه فعلا يتم تثبيت عليها شيء بهيدي الجريمه؟ حسب انواع الاشخاص. ايه؟ حسب انواع الناس. في ناس بتخاف لانه في عليها شيء خايفه تعلق، وفي ناس كرمال الامور بروبر تبعها، يعني انه ولو انا مشان قيمتي الشخصيه انا اروح على المحكمه، يعني نعم مشان منصبي. ايه مشان منصبي، علما بانه كانوا يستدعون من قبل من ناس اقل بكثير من قاضي، وكانوا يروحوا مبسوطين كافيين بحالهم يعني. طيب هلا رئيس دياب برايك انه خايف يتم تثبت امر عليه، لانه بدي كمان قراءتك مزار المرفأ، يعني مع انه قالوا له في شحنه نصحوا نزال شوفه اتكل انه هيدول خلص مواد زراعيه وماشي الحال. هكذا قيل، انا ما بعرف صدقيني الملف، انا مني مطلع عليه. بس انا بحكم هيك استشفافي وخبرتي بهالمجال بشوف الاشياء غير اللي بشوفها الانسان الاخر. هلا اشوف في داخل الملف من معلومات من معطيات ما بعرف. هلا قيل في وقتها انه حدا نصحه انه ما تنزل، ما في شيء مهم، هيدي مواد للزراعه. هلا ما بعرف اذا، طيب هيدي كلمه بحد ذاتها اذا كانت صحيحه مثلا، وين المشكل فيها يعني؟ انا ماني شايف فيها مشكل. هلا اذا كان في شيء مخبى ما بعتقد رجل سياسي الرئيس دياب يعني لعنده امور معميات، يعني شيء مخبى، شيء فوق شيء مخبى، شيء تحت شيء، ما بعتقد انه عنده هالمقدرة. رجل يعني تاريخه السياسي تاريخ، هو ما في شك مظلوم الرجل يعني بالعمل السياسي يعني. هو يمكن لانه رجل اكاديمي، لا يعني بالضبط يعني بالضبط، اي مش سياسي، فما عنده يعني. على كل حال يمكن كمان اجى مين نصحه ما بعرف. طيب البعض ياخذ كمان هالفريق اللي مدعى عليهم من اعضائه، يعني او نواب او وزراء، ياخذون على القاضي طارق البيطار بانه ما بلش. يا عمي من وين فاتت هيدي الشحنه؟ من ادخل هذه الشحنه الى المرفأ؟ ليش بقيت وكيف بقيت؟ بلش دغري انه من، يقولون من الاهمال، يعني اذا كان في من اهمال وظيفه، وبالتالي مسار التحقيق من الاول شايفينه خطا، علما للتوضيح هن ما شغلتهم انه يشوفوا مسار تحقيقات اذا صح ولا غلط، هيدا القضاء اللبناني. انت اليوم قاضي حضرتك ريس، مسار التحقيق من بداياته
كان عم يشتغل صح القاضي طارق البطار؟ أنا تقديري لا، الحرام باللي تفضلت فيه، لا حرام، في ظلم، لأن أول ألف باب التحقيق نعم إنه هالمادة هيدي اللي فاتت على لبنان ليش إجت على لبنان؟ الألف باء شو جابها على لبنان؟ ولمن؟ طبعا خلينا أول سؤال، علما بأنه نقال بوقتها انه هالماده هيدي كانت رايحه على مدغشقر. طيب شو جابها على لبنان؟ هذا اول سؤال يطرح. اثنين، مين جابها على لبنان؟ ثلاثة، ليش بقيت؟ لمصلحة من؟ أربعة، بقيت سبعة أشهر ليش؟ خمسة والأهم، إنه هذه المادة في شيء باسمه مهللين، يعني اسمه الأرضية، أنا صرت إلها كذا مرة، أنا ماني خبير مرافق يعني، بس أنا بسمعها من الناس. نعم. في شيء اسمه الأرضية، يعني أجرة البضاعة اللي بتبقى موجودة على أرض المرفأ، بسموها الأرضية نسبة للأرض يعني. نعم. هذه أرضيتها المادة هاي بين العشرين، بين 30 و 40 دولار بالشهر. هذه اندفع عليها المادة أول يمكن شي سنة أو أقل شوي، بعدين ما عاد حدا دفع أرضيتها أبدا وبقيت مجانا. طيب ليش مثلا إدارة المرفأ قعدوا خمس سنين روحوا على حالهم مبلغ كذا 100,000 دولار أجرة تخزين أو بالأحرى أرضية هذه المادة؟ طيب ليه؟ طيب بالأول مين دفع؟ كل هذه أسئلة طرحت في بداية التحقيق وطرحها الرئيس صوان وقتها، أكيد طرحها. فإجا وقت إجا الرئيس بيطار، إجا كفى من حيث انتهى القاضي صوان. القاضي صوان، طبعاً هذه أمور طبيعي نكون سؤال عنها، نسأل عنها. بهللين الصحافة الاستقصائية اللي موجودة بلبنان اشتغلت شغل كتير وبلشوا يعطوا معلومات وأسماء، وهالمعلومات والاسماء كانوا يحطوها بتصرف التحقيق، واكيد التحقيق ما كان يتجاهلها، وبالتالي لا، هذه عناصر نشغل عليها. في توقيفات البعض توقف. نعم. بعده في توقيفات والبعض توقف من ايام القاضي صوان ولا يزال. هلا كمان في بعض الفرقاء بيقولوا لك انه في توقيفات ظالمه، يعني في عالم يمكن طلعوا، ما بعرف اذا طلعوا كبش محرقة بجريمة مثل انفجار 4 آب، ولو هن مسؤولين بمكان ما بس مش هن يتحملون كل هذه المسؤولية. بتشوف في توقيفات صارت بشكل ظالم ولا تزال؟ شوفي جوال، اليوم التوقيف بالمعنى القانوني، نعم، هو مش دايماً لأنه الإنسان مذنب، قد يكون أحد الأسباب التوقيف أنه يكون مذنب، ولكن مش دائما لأنه مذنب. ممكن نحن نوقف شخص حماية له، إذا خايفين عليه من حدا يغتاله مثلا برا. ممكن نوقف شخص حماية للأدلة اللي نحن كقضاة يعني بكون عندنا معلومات انه هو يملك هذه الادله، وفي خوف انه اذا تركناه يتصرف بالادله ويهربها. ممكن نوقفه كرمال ما يطلع ويرتكب جريمه بحق حدا شريك له خشيه انه هو شريكه يكشفه. هذه اسباب التوقيف العديده والقانون نص عليها، وعلى قاضي التحقيق يقول وقت اللي بوقف انسان ليش وقفه؟ يقول انا وقفته حمايه لنفسه، من نفسه، حمايه للادله التي يملكها حسب. هلا في ناس توقفوا ما بعرف ليه، انا ما اطلعت على حيثيات. يعني مطلوب من القاضي يقول ليش؟ طب مش مطلوب، لازم يقول نص القانون، قانون قانوننا بيلزمه للمحقق يقول سبب التوقيف. هلا ممكن يقول وقفته كرمال حاله كم الى اخره. هلا ليش توقفوا الباقيين؟ ما بعرف. هلا انا بقول يمكن في ظلم مش بالتوقيف بحد ذاته، مش قد يكون هيك ظلم بمده التوقيف التي طالت يعني. هذا انا بفهمها،
انه ممكن يكون انه بالنتيجه هيدا بزياده تنقول توقيفه 6 شهور، طيب هذا قعد 8، طيب في شهرين زياده. هون بتتحمل العمليه صار اخذ ورد. طيب ريس هون بهالنقطه، لانه بتطرح اكثر من علامه استفهام، هالعالم اللي موقفين اوكي، اللي يمكن منهم 6 منهم 8 منهم صار لهم سنه، يعني اذا تم كف يد القاضي بيطار واخذ القرار في محكمة الاستئناف، وهلا بتصلح لي اذا مزبوط هيدي المحكمة المختصة، وخلص على ايام القاضي صوان كمان توقفوا، شو مصيرهم؟ شو بيصير فيهم؟ ما حدا في يقدر لعلك هالمشكلة اللي عم بيواجهوها هن اللي راح يواجهوها هيدي. لا بتسمحي لي احكي عنها؟ اكيد تفضل. هي المشكلة الأساسية حاليا، عملية رده للقاضي بيطار أو عملية استبداله خطورتها وين؟ بدي يسلم جدلا، ما في بديل. مش بس في بديل، قبل ما يكون في بديل بدي يسلم جدلا، علما بانه هلا عندي راي شخصي بعطيك اياه، انه لا كل العمليه اللي صارت اليوم كل عمليه غير قانونيه ومخالفه للقانون، مخالفه فاضحه. ليش؟ لانه المحكمه اللي تقدم لها الطلب منشان ترده غير مختصه. بدي ذكرك شغله سنه 2007 وهذه بدي اقولها على مسمع الجميع، يلا، وعلى مسمع من هالمنبر هيدا، على مسمع محكمة الاستئناف اللي موجودة قدامها حاليا دعوة بال 2007. كان في محقق عدل اسمه القاضي اليسعيد بقضية الرئيس الحريري. نعم. بدهم يردوه مثل ما اليوم بدهم يردوا طارق بيطار. بيقيموا دعوة أمام محكمة الاستئناف المدنية تماما مثل الدعوة اللي قامت اليوم أمام محكمة الاستئناف المدنية. المحكمة الاستئناف المدنية بسنة 2007 ردت الدعوة لعدم الصلاحية. طبعا المحكمة اللي تقدم قدام الطلب اليوم في اجتهاد لبناني ثابت من محكمة من كبار القضاة، اعتبرت انه هذه المحكمة ليست صالحة للبت. السبب ان المحقق العدلي هو محقق خاص يعين بظروف تختلف عن ظروف المحقق الاخر. المحقق العدلي بتعرف كيف بيتعين؟ بيتعين بده يطلع بكل شيء مرسوم من الحكومه باحاله القضيه معينه الى المجلس العدلي. نعم. باعتبار انه هذه الجريمه تمس امن الدوله الداخلي او الخارجي. بعد احالتها على المجلس العدلي بده يبادر وزير العدل الى طلب من مجلس القضاء تعيين قاضي معين بيحددوا مين كمحقق عدلي. بدك مجلس القضاء يوافق على هذا التعيين، فاذا تمت الموافقه بين الوزير وبين مجلس القضاء يعين محقق عدلي. هاجي بتعين المحقق العدلي، بتيجي محكمة استئناف ما لها دخل ابدا. يعني اليوم عم بتقلي ريس انه محكمة الاستئناف اللي تقدم فيها طلب الرد النائب انه هذا المشروع غير ما لها علاقة، ولا علاقة جوال ما لها علاقة اطلاقا، هيدي بعيدة، هيدي بالصين، اسمحي لي، هيدي الدعوة، هيدي المحكمة بالصين ونحن بلبنان، هيدي محكمة ما لها علاقة اطلاقا. ما اعطيتك مثل سنة 2007 ردوا لهم الدعوة لعدم الصلاحية. اليوم اللي بيعين المحقق العدلي مش محكمة الاستئناف، اللي بيعينه وزير العدل. نعم. بالتفاهم او بعد موافقة مجلس القضاء. طيب لو وصلك لنقطة أخطر، يلا لتشوفي مدى الأذى اللي رح يلحق لا سمح الله بأهالي الضحايا. اليوم معنا مجلس القضاء، نحن مع خبر؟ صح مزبوط، معنا مجلس القضاء مزبوط. ايه يعني افترضي انه اجا بيطار تنحى او نحوه يا ستي، اذا صار في قرار بتنحيته، تنح يا هو تنحى تلقائيا، هو مش رح يتنحى على الارجح. افترضي عم بفرق افتراض معلش، او هن نحوا وبدهم يعينوا بداله، اي مجلس قضاء بدك يوافق؟ يعني يبقى الامر معلقا الى حين يجي مجلس قضاء جديد. وانطري، وهيدي بدها وانت عارفه لبنان وعارفه وضع لبنان وعارفه الوضع كله ككل، يعني قد ايه بيقعدوا العالم موجودين بالحبس بدون محقق وبدون دعاوى؟
مش بس الناس اللي ماتوا، مش بس الناس اللي بالالاف اللي اصيبوا باعاقات، كمان في عندك ناس موقوفين رح يقعدوا اشهر ربما اكثر وما في حدا يمد بيخلق سبيلهم. هيدي كارثه بحد ذاتها. هيدي غيرش، هيدي كارثه بحد ذاتها، هيدي كارثه من السله. اوكي. لشوف هذا اللي عملوه اليوم. مشان هيك انا اتمنى، مش اتمنى، نعم، بطالب بصوت عالي محكمة الإسلام المدنية اليوم قبل بكرة تاخذ قرار بإعلان عدم صلاحيتها. هي واحد. وبطالب شغلة ثانية، إنه المحقق العدل الحالي رئيس بيطار ما يتوقف، يكفي بعمله. بس يا ريس اليوم هو بده لازم يكفي بعمله. بس تبلغ الرد بده يوقف تلقائيا. تبلغ الرد لو كان الرد اللي تبلغه قانوني. هو تبلغ رد غير قانوني. هلا بيتهموك انك عم تتمرد على مش عم بتمرد، عم بتمرد على الظلم. اوكي. تبلغ قرار غير قانوني، وما تبلغ قرار محكمة، لا لحظة لحظة. صح صح صح، تبلغ بس رد الدعوة مش قرار المحكمة. لحظة، خليني أوضح الفكرة أحسن ما يفكروا العالم مثل عم تفكري حضرتك هلا. لا أنا ما عم فكر، القرار مش هلا صدر على المحكمة. في النص بيقول لك مجرد إنك تقيمي دعوة أمام محكمة الإسلام المدنية برد قاضي، نعم، وتبلغيه للقاضي هذه الدعوة، اوتوماتيكيا ترتفع يده. بالضبط. هون بعد المحكمة ما عملت قرارها. صحيح. فإذا المحامي بيطار وقت يتوقف عن العمل تطبيقا لهذا النص. أوكي. أنا أدعو من هنا من هذا المكان للقاضي بيطار ما ينفذ النص، يكفي عمله، لأنه المحكمة اللي تقدم لها الطلب رده محكمة غير مختصة. محكمة غير مختصة. نقطع صدر. إن شاء الله يكون عم يسمعك هلأ القاضي بيطار. إن شاء الله. إن شاء الله يكون عم يسمع هيدا الكلام. إن شاء الله. ضويت لنا على نقطة ما بفتكر كان الكتير معهم يعني بجوة. يعني اليوم محكمة الاستئناف من هي صالحة أبدا للنظر بهكذا رد، وبالتالي يعتبر أي قرار يمكن صادر عنه هو غير مختص وغير صالح كما تقول. عطيتك حالي وسمعت لك الأسماء. أسماء قضاة. نعم. كبار قضاة. سنة 2007 هيك كان نفس الوضع تماما، وطلع قرار شهير بال 2007 قال محكمة الاستئناف ليست صالحة للبدء. وانا عم بعطي انريزو دي فلوس، يعني انه كمان مش هي اللي عينته، اللي عينوا هيئة اعلى. نعم. هل يعقل انه هيئة ادنى تشيل هيئة اعلى؟ مستحيل. طيب بهيك وضع اليوم لنفترض عم نسلم نحن هيدي فرضيات، لا ما بعرف شو حيكون بالاخر القرار، بس اذا مشيت محكمه الاستئناف واتخذت قرارها، اول شيء بدي المهله، في شيء مهله معينه لحتى تبت اما الرفض واما اعلان لا بده يكفي؟ شو ما تمشي بفرض انه تمشي بالموضوع اتخاذ القرار. شو ما كان المهله، شو ما كانت المهله، مفروض اول ما تشوف القرار أو بشوف الطلب، نعم، بكل بساطة هن مغمضين عيونهم يقول نحن اجتهاد لبنان من سنة 2007 من 15 سنة قررنا هيك وبرع نغير. والقضاء اللبناني مشهور جوال بأنه هو حريص على 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 على, على ثوابه القانونية. بالزمان عملوا غلطة وقت يطيروا للي سعيد بردون الرئيس اللي سعيد محكمة التمييز كان خطأ، رجعوا ارتكبوا الخطأ مرة ثانية وطيروا لفادي صوان. خطأ لأنه في شيء مبدأ بالأنوس وباراليليزم دي فورم، يعني مثل ما بيتعين الواحد بينشال. هلا عم تطلب هيدا الطلب انه تطلب تلقائيا وهي مغمضة عيونها انه ما تنظر وترد هذا الموضوع، بس في حال لقى مشيوا فيه عم سلم جدل ايبوتاز بتكون كارثة. بتكون كارثة، بتشوف انه حينمشى بتمشي محكمة الاستئناف وتاخذ القرار ويتم كف يد القاضي. ساعتها ستنا بنكون فتنا بثلاجة التاريخ.
لانه طبعا ما بيجيب قاضي. اولا بعد تلاقي قاضي بس خلينا نحكي بالمبدا، بعد تلاقي قاضي لانه هلا كانه صار القاضي المطلوب لازم يكون كانه، عم بقول كانه انه القاضي صار اللي بده يجي ان شاء الله ما يمشي حاله، ان شاء الله ما يقبلوا له الرد للبطار يخلوه. انا بالرغم هذا بالرغم من دعسات الناصر عند الرئيس صوان برضه كنت بتمنى يبقى، بتمنى يبقى، بس فكرك القاضي بيجي جديد ووطي كثير سقفه. عم تحكي على القاضي صوان او بيطار؟ لا اذا بده يجي بعد البيطار. ايه بعد البيطار ووطي كثير سقفه، ما عاد عنده هامش اصلا للتحرك يعني يعني بالنتيجه هودي هن هالعشر الموقوفين هالسبع الموقوفين هودي هن، ضابط من رتبه كذا وبتطالع ممنوع تكفي، زعيم من رتبه كذا وبتطالع ممنوع تكفي، كذا ممنوع تكفي، هودي هن. مش هيك ينطبق القول اللي بيقول انه العداله صارت مثل العنكبوت طلقت صغير وطلقت الكبير، ساعتها بنكون حققنا حققنا القول اللي بيقول انه العداله انه القضاء قضاء للضعاف، قضاء الضعيف مش قضاء القوي. هلا اليوم في معلومات كمان انه مش بس نائب نهاد المشنوق يلي تقدم بطلب الرد بفتكر من شي يومين ثلاثه، اليوم عم ينقال انه النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر كمان تقدموا بدعاوى رد مماثله لحتى يتم يمكن محاصره القاضي طارق البيطار من كل الجهات ومن كل الميلات، بس اليوم لافت انه القاضي بيطار كمل الى حين انه تبلغ هذه الدعوه وكفى وطلب، يعني النيابه العامه التمييزيه تحركت بناء على طلب القاضي طارق البيطار وبعثت يعني طلبت كمان مره جديده من الامن الداخلي من الوزير الداخليه لحتى اعطاء اذن ملاحقه للواء عباس ابراهيم وايضا اللواء توني صليبه، يعني خاطبوا المعنيين. طيب شو بيصير بكل هالطلبات الادعاءات هلا شو بيصير فيها؟ اصلا انا يعني ماني عارف الوزراء كيف قدموا الطلب، قدموه كمان امام محكمه الاستئناف المدنيه ام امام محكمه التمييز، مش عارف بعد. هلا اول مره بسمعها منك. هيدي هلا يقال انا ماني بعد مأكد بس بكل حال اللي بده يصير مثل ما قلت لك، اللي بده يصير انه القضيه ما راح يعني القصه ما راح تمشي. اول شيء راح يلاقوا صعوبه مشان يلاقوا محقق يقبل نعم. يكون محقق عدلي، وبنفس الوقت ليصير عندنا مجلس قضاء اعلى ليقدر يوافق على قضاء قاضي معين يجي هو محقق عدلي، يعني بمعنى اخر انه القضيه هالملف هذا ملف هالتفجير المرفأ يعني خلص عم يرتاح الا ان ما بعرف شو لو ما نوصل ما بعرف. وهذا انا برايي بنعطي سمعه برا كثير عاطله، وبلشنا نعطي سمعه عاطله برا يعني انه نحن مش قادرين نامن عداله. نعم. نحن مش قادرين نحمل دم. فكيف لما نحمل دوله ومسؤوليات؟ العداله هي ابسط شيء بالدنيا. هي اصعب شيء انها تتنفذ بلبنان. ابسط شيء طبعا ابسط شيء انه واحد يتشجع ويحملها صح. مش بسيطه. إذا نحن مش قادرين نتحمل العدالة إنه يعني فعلا عم نعطي يعني هيك شكلنا حكومات من قريب ومن حواضر البيت كمان هيدا بدي أتوقف عندها بس، ولكن خليني أطلع فاصل إعلاني. وأتابع هذا الحوار الشيق والمعلومات نسيتك الإعلان القضائية لأنه في معلومات فعلا إنه هيدا لازم ننتبه لها من المراجع المختصة. حأكمل أنا وياك القاضي حاتم ماضي ولكن بعد هذا الفاصل. عودة لي، رح نبقى سوا مع مدعي عام التمييز السابق القاضي حاتم ماضي، وهذه الحلقة اللي فيها كثير من المعلومات القضائية من المراجع المختصة. بدي كفي أنا وياك رئيس. هلا بالهواء كنا عم نسجل؟ مالك كيف لكن شو عم بقول هيك أخذنا المعلومات؟ خليني بس وضح ارجع نقطة لأنه بهمني ترجع تتوضح
للعالم وللبعض المعنيين. عم بتقول انه قرار محكمة الاستئناف في حال صدوره يعتبر برأيك غير موجود ولا يعتد به، وتدعو القاضي طارق البيطار انه يكفي وما يوقف ابدا. يعني يعتبره غير موجود. نعم. كليا، يتجاهله كليا. لانه فعلا غير موجود. وبالتالي طلب الرد اذا كان بده يتقدم برايك الشخصي يجب ان يقدم لوزير العدل مباشره، لانه هو من عين بالاتفاق وفقا لقاعده موازاه الصيغ باراليليزم دي فورم. طيب في حال طلع القرار واخذته محكمه الاستئناف، ولكن القاضي بيطار يعني انه حاصروا كل السياسيين، ما عاد عنده خيار، شو بيعمل؟ عم بتقول كيف ما يرد على حدا؟ ما هو محاصر من كل الميادين. طبعا ما يرد على حدا شو بيصير؟ ما عنده القانون. والقانون عطاه صلاحيات. نعم. يستعمل صلاحياته بعدل واعتدال. ومن مين بده يخاف؟ هلا خوفك على السياسيين اللي يقولوا فتاوى. ما شو فتاوى؟ ما هن ما هو اشطر منه لازم يكون. هو مبين لهلا اشطر منهم يعني. برافو عليه، خليه يكفي لاخر الدقيقة. انه شو فيهم يعملوا معه داخلي كان؟ انه بالنتيجه السياسي شو فيهم يعملوا معه؟ يطلعوا معاشه؟ شو يعملوا؟ اليوم لا ممكن يكون ما بعرف انه في امور ولا شيء بينحط. كل واحد انتبهي، كل واحد كله تحت الغربال، اوعى تفكري. نعم. كلهم سياسيين تحت الغربال. واحد يفكر انه ممكن يلاقيه فوق الغربال، كلهم تحت الغربال، ما تخافي. كل واحد في ما يكفي، طالما هو عم يطبق القانون كما ينص الكتاب عليه للقانون، وبضمير وبمهنية ودون تحيز، من شو بده يخاف؟ حتى اللحظة عم تشوفوا عم بيطبق القانون، عم يحكي. أنا شايفه عم بيطبق القانون صح. أنا قلت لك مشكلتي، مش مشكلتي معه يعني، أنا انتقادي إن شاء الله يكون غلطان. نعم. إن شاء الله يكون غلطان. إنه في دعسة ناقصة كان المفروض ما تكون. بس هالقد، وما بدي أتوسع أكثر من هيك، وبرجع بقول له بعد قدامك، بعد قدامك فيك. بعد قدامك إذا في شيء. بده يحمل القاضي يعني إذا كان هالحصار عليه. حصار. يعني بالآخر. لا ما في حصار. حاصروا حصار سياسي عم حاصروا بعرف حاصروا كيف بس مشكلة وين كمان أنا عندي انتقاد إنه مجلس القضاء ككل ما حدا وقف معه يعني كمان بعد ما سمعنا على فكرة ما سمعنا ما حدا يعني وقف معه إيه يعني كمان هيدي عم بتروح همسا بين القضاة يعني وبين غير القضاة ولو يعني بالنتيجة لزميل إلكم بدنا نسمع رئيس مجلس القضاء الأعلى شو ما بدي سمي أسماء بس أنا عم أقول بمنطق الأمور نسمع معك حق رأي بدنا كلمة دفاع على القليلة يدافع عنه لهالرجل اللي عم يتحمل لحاله، ليه بيتحمل لحاله؟ ما هذا بيمثل العدية كلها. إذا غلطان ما أنتم اخترتوه. إذا كان غلطان ما أنتم وافقتوا عليه يعني. ما بصير يعني كمان. وترجح رئيس إنه في حال تم تنحيته لأنه هو لن يتنحى مثل ما بنعرف يعني القاضي بيطار ما بعرفه شخصيا بس إنه اللي بنسمعه إنه لن يتنحى ومكفى، في حال تم تنحيته تقول ما في حدا حيتجرأ يستلم هذه القضية بمعزل إنه ما في مجلس قضاء كمان مكتمل وبدنا وقت وبدنا أشهر لحتى ترجع الأمور تسير ونبلش عن جديد، مزبوط؟ هيدي مشكلة الدولة مش مشكلته لطارق البيطار انه اذا تنحى اذا هو تنحى او نحي هذه مشكلة الدولة انه ما راح يقدروا يغيروا يعينوا بداله. طيب مشكلة الدولة لانه انت عارفانين الدولة عارفة ان ما عدا مجلس قضاء. طيب عينوا مجلس قضاء ما راح يعينوا لانه في 100 مشكل بوجهه. قبل برا كان في مشروع ماشي فيه الوزيرة السابقة رفضوا رئيس الحكومة بوقتها اعتبر ماري كلود نجم نعم انه عينه مجلس قضاء لتقدروا تشغلوا في اعمال كثير واقفة. اليوم هذه مشكلة الدولة مشكلة الحكومة انه اليوم ما عندك مجلس قضاء بك عينه مجلس قضاء فهيدي صارت مشكلة الدولة مش مشكلته له هو. بعدين هو ليه بده يتنحى؟ انا ماني شايف انه في داعي ليتنحى بالرغم من كل الضغوطات. ليش بده يتنحى؟ طالما عم يشكل صح ما يخاف. طالما ضميره مرتاح ليه بده يخاف؟ على الاقل عم بحكي انا
مثل ما اقولوا انا ايدي ما بعرف اذا يمكن بيخاف على حياته انا ايدي بالمي البارده هو داير مي سخنه بس ما بتصور في مي سخنه يعني على ايديها هالقد يعني شو بده يصير يعني شو بده يصير انا هذا تقديري ويجب ان يحظى بدعم معنوي اكثر حاليا لانه الزلمه مش عم يشتغل غلط من مين الدعم بده يحصل عليه؟ لانه عم يشتغل صح بس من مين مطلوب يعني هذا والله من الدعم؟ من الناس اللي طبعا اهالي الضحايا بتصور عزب ما مبين يعني داعمينه ايه داعمينه داعمينه يعني مش ضده حتى لا ابدا بالعكس هن عندهم تحرك لا ابدا مع القاضي طارق البيطار للنهايه حتى ايام رئيس صوان بالرغم من كل شيء كانوا معه كمان يعني كمان بهمهم مصلحتهم بمصلحتهم انه كمان هودي اولياء الدم مش هينه كلمه ولي الدم مش هينه طيب معلش انا بدي اسال كمان اسئله الطرف الاخر النائب نهاد المشنوء اللي هو مدعى عليه وهو تقدم اول حدا كان فتح هذه المعركه بطلب الرد بيقول بكلام من دار الفتوى تحديدا عم نشوف كيف دغري بيلتفوا الجميع ضمن هذا الغطاء الطائفي مع الاسف بيقول كلام انه ما زال عم تستمع يعني لاهالي الضحايا اللي ما عندهم صفه قانونيه لحتى تستمع لهم او شروط ما ليش ما بتستمع للمدعى عليهم ما انا مدعى علي كشاهد استمع علي انا استمع لانه انا هيدا طلبي وبالتالي بيسال هيدا الاسئله هل هذه اسئله محقه ابدا ما شغلته هيدي هي شغلت المحقق المحقق بيعرف القانون شو بيقول له بيطبق القانون شو الحكي عم بيقول له ليش عم تستمع لاهل الضحايا بده يستمع للي بده اياه القانون سمح له وقال له بدك تستمع شو عم معقول يعلمه شو بده يشتغل لا شو الحكي هذا يعني فهمنا بلبنان صار شاطر صار المواطن اللبناني بيفهم بالاقتصاد وبيفهم بالسياسه وبيفهم بالمال وبيفهم بالبنزين وبيفهم بالقانون كمان يعني كثير يعني خليني كفي انا وياك قضاء وقانون ولكن انتقل شوي للسياسه مع عضو تكتل لبنان القوي النائب ألا عون اللي اصبح معنا مساء الخير مساء الخير لك ولضيفك اهلا 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 سعادتك اهلا فيك أيه. ساعتك يعني معلي اسمح لي بلش من القضية اليوم اللي تحتل كل الأولويات اللي هي انفجار 4 آب الكارثي ومسار التحقيق اليوم عم نشوف تبلغ رسميا القاضي طارق البيطار بطلب الرد المقدم من الوزير السابق نهاد المشنوق في خوف انه تتوقف يتم تنحيته للقاضي بيطار بقرار يعني محكمة الاستئناف مع أنه القاضي حاتم ماضي بيقول هيدا القرار هي من المختصة المحكمة ويعتبر قرار غير موجود ولا يعتد به بدي موقفكم كتكتل لبنان القوي مما يحصل في هذا المسار وماذا تقولون؟ نعم واضح أنه موقفنا مسابق بكثير لإخر التطورات نحن مع أن يكمل المسار مع عبر القضاء العدلي واعتقد ان مجلس النواب فوت فرصه ان ياخذ المسار من داخله عندما من اول مره حولت له عمليا الملف وبمعزل عن كل النقاش الدستوري والقانوني اللي ممكن بعض يقول يعني يلتجئ له ما فينا اليوم ناخذ بعين الاعتبار انه هناك مسار بدا وهذا المسار كل ما نحن نحط عمليا اشير يعني محاولات لايقافه او لتحويله او غيره هذا يسجل في اطار زياده عدم الثقه اليوم بالنظام السياسي وبالطبقه السياسيه وغيره. واعتقد انه كل هالقصه لو من الاول تم التعاطي معها بشكل اقل اعلامي واكثر قانوني نعم. يمكن كنا ما بنوصل للحاله اللي وصلنا لها اليوم حيث اصبحت القصه اكثر اعلاميه وسياسيه مما هي قانونيه. ويمكن كان يعني المسار اللي اتاخذ كان لازم يتاخذ مسار طبيعي يروح الكل الى المحقق العدلي كله يعطي يعني افاداته كل واحد واثق من حاله يروح الى اعطاء شهادته وما نوصل الى هذا الحجم من التدهور يلي يعني او التحلل اللي عم نوصل له اليوم يلي اليوم انا برايي كل ما يحصل شيلي هلا الاسماء وشيلي مين مع مين وشيلي التفاصيل
انما الضحيه وحده وهو القضاء عمليا، وهو العداله وغيره من اللي عم بيصير، لانه لا عداله في ظلم احد حتى لو سياسي، ولا عداله في اعفاء حدا من المسؤوليه وخاصه اذا سياسي. فبعتقد اليوم الانطباع العام الذي يترك كل هذا الكبيش اللي حاصل اليوم بين المحقق العدلي وبعض السياسيين ضحيته وحده لن تكون الا العداله والقضاء، ومؤسف انه نوصل الى هذه الدرجه بدل ما كانت الامور تندار بطريقه مختلفه وبشكل طبيعي ومن دون كل هذا الاستثمار اللي حصل. على كل حال نحن هون هلا، نحن منذ اول لحظه الاولى قلنا ومنذ ان تحور المسار عن مسار ياخذ مساره من خلال المؤسسات يعني مثل مجلس النواب وغيره ووضع يده المحقق العدلي على الموضوع، نحن كنا مع وهذا موقفنا منذ اول لحظه وبكل الاجتماعات اللي شاركنا فيها وبكل المناسبات اكدنا عليها وبكل البيانات اللي صدرت عنا ان ياخذ المسار العدلي يعني طريقه الى الاخر من دون اي عرقله من دون اي حصانات. وبعتقد انه على امل على امل وهذا اللي بيحمي فعلا العداله، ونحن لن نقف حتى امام ظلم اي سياسي. اذا في اي سياسي حس حاله مظلوم باي شيء ممكن يوقف يعني ياخذوا المحقق العدلي، انما بالاخر يجب ترك هذا المسار هو ان يحدد من هو مسؤول ومن هو غير مسؤول. بدون ما نعطي اشارات سلبيه، انا بقول الطبقه السياسيه فقد الثقه لدرجه انه لو ضوت العشره لو صلت الابانة والسلام ما حدا رح يصدقها، كيف بالحرق اذا بتعمل اشاير مثل هيدي وكانه هي عم توقف المسار القضائي؟ يعني هيدي المشكله اللي نحن واقعين فيها، في حاله عدم ثقه كامله، واليوم اي خطوه عم تيجي تزيد يعني قوه عدم الثقه الموجوده بينه وبين الطبقه السياسيه. بالضبط هيدا هي المشكلة، على أمل يعني أن يتم الوصول فعلا لنتيجة بهذا الملف. خلينا ننطر ما قد يصدر من قرارات. بدي أنتقل للحديث عن الانتخابات وعن ما يحكى عن هناك يعني نية في تطهير حق المنتشرين في ليس فقط التمثيل إنما أيضا في الاقتراع في الخارج بأماكن تواجدهم. في هيك شيء اليوم في هواجس عند حزب الله كمان عند الرئيس بري، شو حتعملوا أنتم؟ ممكن يطير هيدا الحق؟ يعني ما تفهمنا لأي هواجس، إنما تقديرنا للمشكلة ليس بحجم التقدير اللي عاملينه هم حولها. يعني نحن بنعتبر إنه الواقع يلي هن عم يشتكي منه هو واقع كان موجود بال 2018، يمكن مش هالقد بس كان موجود. الحجم التأثير منه بالحجم اللي هن متوقعينه. نحن نعتبر ان حق الاقتراع للمغتربين هو حق يعني كان من اهم الانجازات يلي انعملت بقانون الانتخابات بال 2018، ويجب ان يعني ان نحافظ عليه والا نفرط فيه به. هذا المغترب يلي اليوم نحن متكلين عليه وبعدنا هلا واقفين على اجرينا من وراه، اليوم 6-7 مليار دولار بعدهم عم بيجوا عم بخلوا هالعيال اللبنانيه رغم كل الانهيار اللي حاصل بالبلد واقفه على اجريها. هن يلي حاطين اكبر خساره اليوم بالبنوك وبالودايع، هن يلي متكل عليهم بقيه قصه نهاض للبنان ونهوض له. وقت وصلنا على حق الاقتراع رصينا فيه تجاههم شو ما كانت كلفته بالسياسه وباي اعتبار اخر، اعتقد ان هذا الحق لا يجب التفريط فيه في اي لاي اعتبار، مع احترامي لكل الاراء الاخرى اللي بتفهمها واللي بعض منا في منطق، انما بالاخر لم تقنعني الى حد الغاء حق الاقتراع للمغتربين. فاذا ليش عم بتقول نقطه مهمه انه كانت موجوده بالانتخابات السابقه هيدي الهواجس او الواقع هو ذاته ما تغير شيء، فاذا ليش عم بيطالب؟ عم بيقولوا زاد الاستهداف، عم بيقولوا زادت البلدان يلي اوكي ما لا في عندهم منطق، ما في يقول مش موجود عندهم منطق بالموضوع، بس انا برايي رغم هذا المنطق هذا لا يبرر الغاء اقتراع للمغتربين، لانه بعتقد المغتربين يعني اولا حتى بالبلدان يلي هي فيها استهداف لبعض القوى السياسيه وهذا لا يمكن ان نخفيه وهذا واقع موجود. نعم. حتى بهالبلدين المغتربين عندهم الشجاعه انه يصوتوا مثل ما بدهم. طيب بس تتوقع انه يصير في فعلا تعديل بهيدا البند ولا لا؟ حيصير في اقتراع للمنتشرين؟ انا اريد التعاطي مع هذا الموضوع بكثير من الحكمه وبعيدا عن المزايدات والشعبويه، وهذا النقاش يجب ان يحصل مع المتحفزين على هذا الموضوع
اللي عندهم تحفظ لكل الاسباب اللي عم بيقولوها واللي عم بيقول لك جزء منها مفهوم وفي منطق وراه، انما هذا النقاش يمكن ان يحصل بهدوء من اجل التوصل الى حل يحفظ حقهم حكما في ان يكون لهم تكافؤ فرص او يحد من عمليه الاستهداف والضرر اللي لاحق فيهم، وهذا شيء حاصل ولا يمكن انكاره. انما بذات الوقت لا يمكن حله فقط على حساب حق المغتربين في الاقتراع. خلينا نشوف اذا فينا نوصل نحن وياهم الى محل في نقاش وحوار هذا يجب ان يجري بعيدا عن المزايده وبعيدا عن الاشارات. ستحصل الانتخابات في موعدها سعادتك؟ نعم، واتمنى هالشيء، وبعتقد انه تخيني كثير تاجيل الانتخابات، ولا اعتقد ان هذا الشيء سيحصل بسهوله. اذا واحد بده يفتعل حرب بلبنان لحظه الانتخابات لا حول ولا قوه الا بالله. بينما اعتقد المسار السياسي للامور، التزام الحكومه الحالي، التزام رئيس الجمهوريه ورئيس الحكومه في اجراء الانتخابات، التزام معظم القوى السياسيه في اجراء الانتخابات، التزام المجتمع الدولي في دعم لبنان في مسيرته الديمقراطيه، اعتقد انه عمليه تخريب، لانه بعتقد عدم اجراء الانتخابات ستجري سيحصل في حال حصل تخريب للعمليه الانتخابيه، لا اعتقد انه هذا سيحتمل يعني معنويا وسياسيا قدره تخريب اجراء الانتخابات بموعدها، لن تكون بالامر سهل عليه شو ما كانت الاعتبارات السياسيه الموجوده. البعض يقول انتم كتيار، البعض يقول انتم كتيار ما بتناسبكم الانتخابات النيابيه لانه خسرانين شعبيا، هذا ما يقوله البعض. يا حبيبتي هذا كلام ساذج، ويعني وين بدك تهربي من الانتخابات النيابيه؟ ما علي اسمحوا لي الكل، وين بدك تهربي منها؟ بالاخر الانتخابات النيابيه هي حق على الشعب اللبناني انك انت ترجعي تعطيه قدره اعاده تجديد الثقه او اختيار ممثلينه بشكل دوري. نحن بذكرك كتيار وطني حر ب 2013 وبال 2015 كنا الكتله الوحيده اللي صوتت ضد التمديد، مش بس صوتت ضد التمديد، راحت طعنت بالتمديد مرتين. فاذا لا، نحن ولا باي سيناريو سنكون مع التمديد للانتخابات النيابيه. فهذه يعني وبعدين قدرنا فيما يخص ثقه الناخبين سنسعى لها، سنعيد تجديد الثقه فينا اكيد، وسيكون لنا يعني كلام مع الناخبين ومع الرأي العام. المهم هن يجددوا الثقة فيكم. ايه صحيح، وهذا حقهم يجددوا الثقة فينا وحقهم ما يجددوها، هذا حقهم طبعا. ما فيك انت اليوم بطريقة ملتوية تحرم الشعب من ابداء رأيه، ما عليه هيدا شيء شو ما كانت مصلحتك الخاصة ومصلحتك الانتخابية. ما فيك، في مقدسات يجب الاستمرار فيها أكبر من أي شخص وأكبر من أي نايب، أكبر مني شخصياً وبما سيحصل فيي أنا كنايب في الانتخابات المقبلة، وأكبر من أي من فريقي وأكبر من كل الأفرقاء الآخرين. في مقدسات وفي نظام أهم منا كلنا، لا يجوز التلاعب فيه كل لحظة لاعتبارات خاصة، مع احترامي للجميع. وبعتقد بقى في يعني صار في ثوابت بلبنان لا تهتز ولا يجب أن تهتز مهما كانت نتيجة الانتخابات. في مسلمات لوحدتنا الوطنية، في مسلمات لنظامنا السياسي يجب أن نحافظ عليها مهما كانت نتيجة الانتخابات النيابية. لهذا السبب لا أجد أسباب وجودية لمنع الانتخابات من الحصول. بدي أسألك على البطاقة التمويلية، العالم كلها ناطرة، صرنا هلأ رفع دعم خلص، يعني بفتكر الأربعة يرفع كليا أو نهاية أيلول. البعض بيقول ما في بعد اتفاق على البطاقة التمويلية رغم كل الكلام هيك الوردي أو الإيجابي، أنه إيه عم نتابع وبعد في زللنا بعض العقبات. طارت البطاقة سعادتك؟ لا ما طارت، أكيد ما طارت، بس التأخير حصل من وراء التسلم والتسليم بين فريقين، بين فريق أعلن عنا قبل بليله من رحيله عن السلطه وعن الوزارات، من فريق جديد اجى وعم ياخذ بعين الاعتبار عم يتسلم هذا الملف. على كل حال هناك اجتماع الخميس دعيت عليه لجنه الاقتصاد بالمجلس النيابي الخميس ان الله راد، وسنبحث في هذا الموضوع ان شاء الله بوجود الوزراء المختصين. نحن كمجلس نواب علينا إلنا حق المساءله،
ودعينا من خلال لجنة الاقتصاد إلى اجتماع لمساءلة الحكومة الجديدة والوزراء الجدد حول أين أصبحت البطاقة التمويلية. إن شاء الله بكون عندي أجوبة أكثر أعطيك إياها بعد الخميس، بنكون ما استمعنا للوزراء وين صاروا بهالعملية الانتقالية اللي استلموا فيها الملف ولكل البنية اللي ناطرين. يعني الخميس في اجتماع أنتم حتسائلوا عن موضوع البطاقة التمويلية؟ طبعا هناك مساءلة للوزراء الجديد حول وين صارت البطاقة التمويلية، تحديدا جواب على سؤالي. يا ريت سألتيني إياه الخميس بعد الظهر أو الجمعة كنت عندي جواب. ما عليك بترجع بتطلع معي إذا كنت هون بمداخلة تاني هيك بضمنك هيدا الجمعة، لأن إطلالاتك على عون كتير قليلة وكتير دقيقة. خليني أختم مع موضوع مفاوضات صندوق نقد الدولة. الأربعاء جلسة لمجلس الوزراء، يتوقع أن تشكل اللجنة المختصة للتفاوض مع النقد الدولي. رح يكون في ما بعرف وفدين، رح يكون في خطتين، رح يكون في تباعد بموضوع الخسائر وحجم هذه الخسائر. شو الأجواء اللي عندك إياها بهذا التفاوض، وما هي أولويات هذا التفاوض؟ لا سمح الله وفدين ورأيين، لا سمح الله. يعني إذا إحدى أكبر أسباب الفشل اللي حصلت بالحكومة السابقة بمعزل عن تفاصيل الخطة وملاحظاتنا عليها، هي أنه كانت خطة أحادية ولم ترتضي حتى النقاش مع الآخرين بالوقت اللي كان مفروض لبنان يكون بموقف واحد وموحد. إن شاء الله هذه الحكومة، بالعكس أنا إذا في يعني أمل باتفاق أفضل هالمرة وبوحدة موقف أفضل، هي لأنه في فريق منسجم أكثر ويسعى سيسعى إلى توحيد وجهة نظر لبنان والذهاب إلى المفاوضات برأي واحد لبناني وليس برأي واحد وليس بعدة آراء. فأكيد اليوم الحكومة مطلوب منها بأسرع وقت تشكيل هذا الوفد، وضع خطتها انطلاقا من الخطة السابقة أو أي خطة جديدة عندها أفكار أخرى تضعها، توحيد الموقف بين وزارة المالية أي الحكومة ومصرف لبنان والنظام المصرفي ككل في الذهاب الى موقف واحد فيما يخص تحديدا حجم الخسائر وكيفيه توزيعها، لانه هيدا من الامور الاساسيه اللي هي المدخل اذا بدك الى كل ما سيلحق من اتفاق ومن درجات لهذا الاتفاق وتفاصيل اعاده هيكله الدين، اعاده هيكله الديون يعني من يورو بونز وغيره، وكل القرارات التي ستكون جزء من هذا الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. إنما ستبدأ عملياً بتوحيد النظرة إلى الخسائر، إلى حجمها، إلى توزيعها. وأتمنى أن اليوم يعني أن تكون هناك يعني وزير المال اليوم يلي هو شخص يعني يمكن سيلعب دور تحديداً بصفته كان سابقاً مصرف لبنان واليوم وزارة المالية، شخص يعني ممكن أن يوفق بين وجهتين النظر. طبعاً ليس المطلوب تبني وجهة نظر واحدة، ليس المطلوب تبني وجهة نظر خاصة، بل المطلوب تبني وجهة نظر ما هي مصلحة لبنان والواقع الحقيقي، وإعطاء فرصة للبنان أولاً للذهاب إلى هذا الذهاب تلك المفاوضات بانسجام وبخطة متماسكة، بخطة مدعومة من الجميع وبخطة متفق عليها من الجميع. يا سعادتك عم بتقول وزير عم بتشيد بوزير المال وعم بتقلي انه عنده بس لحظه من موقعه السابق، بس لحظه لانه كان عندكم انتم يعني علامات استفهام. اسمعيني يوسف الخليل، عم بسمع شوي، ما عم شيد بحدا، وانا صاحب نظريه قلتها من اكثر من اشهر على الاعلام. لا اؤمن بقى بحدا، ما عندي بقى شيء حدا اسمه سوبرمان. انا احكم على الافعال، انما اقول هلا انا عم بقول لك ما بحكوا مع حدا مسبقا وما حدا عنده شك على بياض مني، لا كمجموعه ولا كاشخاص. انما اقول انا اليوم انه قد تكون اليوم فرصه لمزيد من الانسجام في وجهه نظر لبنانيه واحده، مش خاصه لا لمصرف لبنان ولا لاي طرف عمليا في الداخل اللبناني. انا بدي مصلحه لبنان وما سعينا اليه عمليا خلال نقاشات وزيره المال هذيك السنه هو محاوله توحيد وجهة نظر لبنان كدولة، وليس فريق على حساب فريق آخر ولا حزب على حزب على حزب آخر، إنما أن نكون عملياً كلبنانيين عندنا نظرة واحدة لكيفية إنقاذ بلدنا مالياً واقتصادياً. هذا بتمنيه. أما تسأليني لي كشخص وبتأمل أنه كمان وبعتقد أنه فريق السياسي ذات الشيء، أنا شخصياً ما بمضي على بياض لحدا، لا كأفراد بالحكومة ولا كمجموعة. انا مثل كل اللبنانيين هلا بيقولوا لك لانه الوزير يوسف الخليل فقط بالافعال
ومن روح فقد روح. ما سيقوله. لو هن هلا اعز الاصدقاء لي طيب مما كانوا ايه يكونوا، ايه لن يكون لهم ثقه في نعم الا من خلال ما سيقوم به وليس من صحبتنا. صحبتنا بشرب انا وياهم كاس عشيه بس بنشغلهم وبمهامهم السياسيه، لن احكم عليهم قبل الكاس. الا قبل الكاس انا بس عم اقول لك وجهه نظر، وانا منهم، انه وزير المال يوسف الخليل في مآخذ عليه انه هو قد هو بداخل هذا المصرف، هو عامل السياسات ومعد فيها او مشرف على تنفيذ السياسات السابقه. كانت وجهه نظر يمكن فريقكم او فريق رئيس الجمهوريه انه هذا الرجل في علامات استفهام عليه. اليوم عم بتقلي قادر يمكن يوفق بين وجهتي النظر، ما حيكون مائل الى موضوع يعني المصرف لبنان و لا. ما تفتشي على مشاكل اللبنانيه، عم تطلعوا بالايجابيه، ما تفتشي على مشاكل. عم بلحقك على الكلمه، ما عم فتش على ما المشاكل، على السلبيات. انا في حكومه مضي عليها رئيس الجمهوريه، نعم، هو رئيسي، وانا اعطيتها الثقه كفريق سياسي. ما عم بتطلع على الميكرو، عم بتطلع على الماكرو. انا بهمني هلا كمجموعه وكفريق عمل شو بدهم يعملوا. ما تفرسيني بالمفصل بالتفصيل. لا انا هيدي اسئله مشروعه، يعني انا عم بسالك سؤال مشروع. اليوم ما سيقوم به وزير المال هو جزء من قرار لفريق العمل كله، لا بقى في حدا يتفرد بشيء، ما حدا في يتفرد بشيء بقى على امل، على امل لحاله ولا جهه سياسيه لحالها. ما هو مطلوب ان نسعى كلبنانيين بروح ايجابيه بما تبقى لنا من فرصه قبل ما نكمل مشوارنا الى الهو الى قعر 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 الهاويه. متفائل بهالحكومه وهذا الانزلاق، متفائل هذا الانزلاق اليوم ما بدي اشوفه بالتفصيل، بعرف كل المآخذ المحطوطه على الاشخاص وسمعتها كلها من وقت التكليف الى حين التأليف. انما انا عم بقول لك لو جبت لي هلا افضل عالم بفريق عمل سيفشل ساكون ضدهم، وان جبت لي اليوم مع كل المآخذ المعروفه او اللي عندهم اياها وعدم الثقه اللي عندهم اياها الناس بنفرق على وزراء بنفرق، ولا القاضي حاتم ماضي عم يصلي على مواقفك يا سعادتك. ما اريده كمواطن، ما اريده كنائب خيب امله ب 100 محطه وفيت بالحيط ب 100 محطه من ورا كثير ناس خيبوا له اماله وخاصه بالحكومات. هو والافعال والافعال طيب لحظه اسمعني شوي، اسمعني شوي عليها وليس لا على الشهادات وعلى شبوبيات. رو ما تحتاج رو، اسمعني شوي. هلا بعض رجال الاعمال او بعض العالم اللي عم يحضرونا ومنهم يعني بيتهمون دائما انه هن حزب المصارف، يعني الاستاذ نقولها شماس عم يبعت لي هلا انه عنده وجهه نظر مثلك مثله، قال معي باستوديو لو تي في عن موضوع وزير المال يوسف الخليل. ان شاء الله تكون هذه وجهه النظر يعني هي الصائبه، انا بس سالت انطلاقا من اسئله مشروعه. يا ليش ليش عم تحوري كلامي؟ ليش عم تحتد؟ عم بسألك أسئلة. عندي وجهة نظر. ليه معصب؟ إيه؟ لأنك عم تحوري الكلام. مش عم حور، لا ما عم حور أبداً. عندي وجهة نظر، عم صغر الموضوع وكأنه آراء شخصية. أنا شخصياً سبق وقلت قبل ما أعرف مين الوزراء، ما بأؤمن بحدا، ما بأؤمن بسوبرمان من رئيس الحكومة منزول، أؤمن فقط بما سيقوم به. سأحكم على الأفعال وكل اللبنانيين مع احترامي للكل. شهادات وخبرة وشبوبيات مع احترامي لألهم جايين بمرحلة ما بقى حدا عنده ثقة بأشخاص. الناس متأملة بقى فقط بالأفعال. أنا واحد منهم، اعتبريني كمواطن وكنائب مع محبتي واحترامي موتي لقطار بحترمهم على المستوى الشخصي وعلى رأسي كل شهاداتهم وعلى رأسي كل خبراتهم السابقة. لن أحكم عليهم إلا بأفعالهم، لأنه مرق كثير شهادات، مرق كثير شبوبيات، مرق كثير خبرات وفوتونا بالحيط. اليوم هن امام تحدي انه يثبتوا انه بافعالهم رح يثبتوا. هلا اذا بدي اسالك، اذا الوزراء السابقين فوتوكم بالحيط بتقول لي عم بخلق مشاكل، اذا بدي اسالك انه هل يعني كلامك بستنتج الوزراء السابقين فوتوكم بالحيط بتقول لي عم بخلق مشاكل؟ مش هن تجربه لا انتبهي، ايه تجربه الحكومات السابقه فشلت بكثير محلات بانتاجيتها من وراء مشاكل اوقات لانه كافراد يمكن يتحلوا باحسن الصفات، انما كمجموعه فرقوا. ما اتمنيه لهذه المجموعه الجديده ان تكون مجموعه منسجمه. ما نعم. تحديني على تفاصيل ان شاء الله. انا ما عم باخذك لمطرح، عم بسالك اسئله. انا سؤالي بدي اني معك وياكي وكل اللبنانيين اليوم يصلوا لهالحكومه تنجح، لانه نجاحها من نجاحنا كلنا.
لانه حسابات نجاحها لا ترتبط لا بالسياسه ولا بانتخابات ولا بشيء. ان شاء الله ان شاء الله نحن هي اللي بدنا اياه، تنجح الحكومه لانه عرفنا ترتبط بانقاذ اللبنانيين، عندها مهمه انقاذيه وليست مهمه سياسيه او مهمه انتخابيه، وهذه انقاذ اللبنانيين من الهاويه اللي وقع فيها اسمى بكثير من ان شاء الله يا سعادتك. بدي اختم معك سريعا، بس سريعا، قيل ان الرئيس الحريري انتهى سياسيا، هذا ما قالته النائب بولا يعقوبيان، تعتبروا انه الرئيس الحريري انتهى سياسيا؟ اقل نظرتك الشخصيه. انا بعتقد ما ينهي ان اي طرف سياسي واي زعيم هو اراده الناس، واراده الناس بكره ستحصل في الانتخابات النيابيه المقبله، وهي بتحدد كل واحد شو حجمه بالمعادله. الرئيس الحريري تحت الاختبار مثله مثل كل الافرقاء السياسيين الاخرين، هي بس بتحدد هالشيء، مع احترامي لاي اراء بيطلع، يعني كل واحد بالاخر رح يكون تحت هذا الامتحان. نعم. والناس هي بتحدد مين بينتهي ومين بيبقى، وساعتها بعد الانتخابات النيابيه بال 2022 الله راد كل واحد بياخذ حجمه. بتشوفوا اذا بترجعوا بتعملوا التسويه معهم ولا لا. بدي اشكرك بكل الاحوال نائب الا عون، على امل يكون لي لقاء معك بالاستوديو، في كثير ملفات ناقشها معك سعادتك، روق اعصابك. شكرا لك على هذه المداخله، ساكمل هذا الحوار معك القاضي حاتم ماضي. في بعد معك كمان اسئله كثيره ريس بموضوع اللواء عباس ابراهيم واللواء توني صليبا، يعني البعض رفضوا اعطاء اذن الملاحقات، كف القاضي بيطار ورجع طلب انه ينعطى اذن الملاحقه. اليوم عم نشوف انه مثل ما قلت لك قبل شوي انه النيابه العامه التمييزيه طلبت من المعنيين ترجع اعطاء اذن الملاحقه. بهالنقطتين اللواء عباس ابراهيم ومدير عام امن الدوله، ماذا عن اذونات الملاحقه بشانهم؟ رح اشرح لك جوال الآلية بكل بساطه. بالنسبة للمدير العام، يعني سواء كان مدير عام بالأمن ولا مدني، بينطلب الإذن بالملاحقة من رئيسه اللي هو الوزير. هلا إذا وافق بكون وافق ومش الحال، إذا ما وافق القرار النهائي بيعود لمدير عام تمييز. يعني مدير عام تمييز ممكن يقول له اوكي انا مش موافق على الملاحقه فتنتهي الملاحقه ما تبلش، ممكن لا انا بفسخ لك قرارك للمدير العام وانا بدي لاحق، للوزير بقول بدي لاحق. نعم. هلا بالنسبه لمعلوماتي انا لحد فتره قريبه انه ما صار في موافقه على ملاحقه اللواء ابراهيم ولا على اللواء الصليبه. هلا عم بتقولي حضرتك انه رجعوا يعني وافقوا مره ثانيه، مش على علمي انا وافقوا. لا ما في موافقه. ما في موافقه. لهلا ما بقى قال له المعروف وزير الداخليه رفض. اذا ما في موافقه على الملاحقه يعني ما بيقدر المحقق العدلي يلاحقهم، ما بيقدر يحقق معهم، كل شيء بيقدروا يقدر يعملوا بعدين وقت اللي بيعمل قراره النهائي. نعم. قرار الاتهام النهائي. طبعا بالقرار بتذكر شغله، بالقرار بده يذكر كل شيء، يعني بده يذكر من اول نهار الماده طلعت من بلدها لوقت اخر نهار صار الانفجار، بده يذكر اسماء وتفاصيل. هلا اذا في ادوار معينه لهالضباط او لغيرهم الضباط مضطر يورد القرار انه هالادوار شو كانت. نعم. فلان كان دوره فلان كذا، ولكن بيقول انا ما استناني لحقق حول هذه الامور لانه اصطدمت بعدم الموافقه على الملاحقه، وبالتالي بيوصف الواقع لا اكثر ولا اقل. هذا في اللي راح يصير بعدين، مش بس بالنسبه للضباط. نعم. بالنسبه للضباط ولكل الاشخاص اللي تستوجب ملاحقتهم رفع حصانه عنهم، حتى النايب اذا ما راح مرتبه الحصانه عنه ما بيقدر يلاحقه المحقق العدلي، بس بيقدر يوصف دوره. بس هيك كانت فرصة اليوم، نحن لا ما في اليوم مجلس نواب لا عقد بالزبط. عادي ولا استثنائي عم يستفيدوا. صح. ويمكن لك تقديمها، يمكن لك تقديمها هذا سبب انه تقديمها امام محكمة الاستئناف المدنية. نعم. فيها نوع من الشطارة، يعني خلينا نقول تزاكي. تزاكي الشطارة. اوكي الشطارة بالطريقة اللبنانية. طيب. يعني ايه ما هيدا المقصود. هيدا المقصود اتفقنا. ايه انه بتتأدب بهالطريقه هيدي لتكون قضعت الفتره تبع
لا تشري، لا تكون قطعت الفترة لحتى مش يسأل. ساعتها بصير بده إذن، نرجع للإذن، لأنه هلا هو حاول محل العدل استفاد من هالوضع إنه يقدر يعمل شيء، طالما إنه ما في حصانات، ما في حصانات، فردوا عليه بهالطريقة هاي. هلا ممكن ما في شيء، ما في شك إنه بكل هالقصص بصير في نوع من الشطارة. طب ريس، الدعاوى اللي كان قام فيها القاضي بيطار، عم نشوف كان مذكرات احضار بحق رئيس دياب، هو طلب تبليغه لصقا لاحكام كل الثغرات القانونيه، طلب كمان في مذكره توقيف غيابيه بحق الوزير يوسف نينوس، هيدي كلها تسقط؟ لا لا، شو بيصير؟ بتضل سيره المفعول الى ان تنفذ او ان يتراجع عنها. تسقط حكما؟ لا، يا بيتراجع عن المحل العدلي بقول انا بطلت، او انه بينفذها. وممكن كمان يوصل لمرحله ما تعود تتنفذ لانه مبعوث في فايده من تنفيذها، عرفتي كيف؟ بس لا، هيدي القرار انعمل بده يتنفذ، ما في شك، يعني ما في مهرب. هلا الاحضار او لصقا هذا بيتنفذ، ويمكن تنفذوا اوريدي تنفذوا اللصق، بس مع الاسف ما حدا استجاب، يعني انه اذا لا، ما هو ما حدا استجاب، مش ضروري بتتنفذ بتتلزق. صح صح، لصق على اللصق على الباب بورق بيته على ساحه البلده او كذا، ايه بس انه ما ببين. بدي اختم معك بسؤال يشغل بال الكل، لا 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 حقيقه ولا عداله بموضوع انفجار 4 آب بمسار هالرايحين عليه، وكل اللي عم بيصير، كل قاضي بيجي بيشتغل، يعني بدنا نشيله اذا مش عزونا قراراته، ما في بقى لا عداله ولا حقيقه بتشوف بهيدي الكارثه، ولا لا بتشوف ما حدا حيسترجي هالمره انه يطلع قرار يكف ايد القاضي بيطار؟ انا شخصيا اؤمن بامر، نعم، انه الحقيقه والعداله لابد ان تظهر اتيتين، الحقيقة والعدالة وإن تأخروا. تأخر مش معناتها أنه انتهت، الحقيقة ستظهر والعدالة ستظهر، عدالة آتية. وكل شخص ارتكب هذه الجريمة لازم يدفع حقه. على أمل يا ريس. طبعا على أمل، إنما وقت إيه؟ إذا أكلت شوية وقت زيادة مش معناتها أنه بيخلص، الحقيقة إن شاء الله، لأنه آتية لا ريب فيها. الوحيد المتبقي لأهالي الضحايا، يعني رأفة بهالدماء اللي سالت، أنه بعده القاضي طارق البيطار هو الأمل الوحيد، على أمل ألا تغلب، تنجح السياسة أنه تغلب القضاء. أنا بدي أشكرك على كل هذه هذا مطلب المعطيات. إلنا، مطلب إلنا كلبنانيين، مطلب حضاري، طبعاً مطلب إلنا كلبنانيين، كناس حضاريين، وندعي دائما أنه إحنا حضاريين، مطلب إلنا، مطلب إلنا كلنا، حتى كل بدنا من قضاء ومواطنين ولبنانيين، ومش بدنا بس الحقيقة، وبدنا الحقيقة للجميع. صح، والعدالة صح للجميع. بشكرك الشعر. أنا بشكرك، بدي أرجع كمان أشوفك باستوديو الأو تي في بحلقة بدك. بحلقة جديدة، على أمل نكون عم نحكي فيها بس إنه نكمل القاضي بيطار. بس ما يخدنا حصتنا استاذ ألان عون، احتد على عون، ما قدرت الا ما ناقشه. لا لا، بكره بعتوا بكره بعتوا علي، ما تخاف. شكرا لك مدعمة تمييز سابق القاضي حاتم ماضي، معلومات قيمه جدا. مشاهدينا شكرا لحسن المتابعه.